بخير عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة تقليدية. الوصفة تاع اليوم هي الخبز. هذا النوع من الخبز هي الخبز تاع الكسرة، كما معروف الاسم المعروف في مناطق الشرق والغرب الكسرة. هنا في الجزائر العاصمة معروف باسم خبز الفطير. إذا ما نعطلش عليكم، نكثرش عليكم، ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. هذه الطريقة جد بسيطة، وأنا اليوم واش غندير لكم بون خاطش كاين الخبز الفطير ولا الكسرة اللي تندار بالدقيق الرقيق سو مولفا، وكاين اللي تندار بالدقيق المويان سو مول مويان. إذا أنا اليوم غنديرو بسو مول مويان. هاوليك كما راكم تشوفو هنايا هذا الدقيق، هاوليك نوعيه ديال المويان. بون انا باش نحضروا الدقيق المويان واش لازم لي؟ لازم لي لافارين، لازم ندير لافارين سينو ماشي حينجح لي يتحلي. اذا ندوز مباشره لطريقه التحضير. واش نسحق؟ نسحق 3 كيلات تاع سميد المويان كما راكم تشوفوا هنايا. هاوليك انا كم كيل بهذا، اللي عنده كيل واللي ما عندوش كيل كاس اونفيرو وحده كما راكم تشوفوا كيله دوزيام زوج، و نزيد نكمل كيلة تروازيام. هاي ليك جات سواسو، انا كنت قايستهم من قبل. واش نزيد لها هاد 3 كيلات؟ واش نزيد لهم؟ نزيد لهم كيلة تقول تاع لافارين. هاي ليك كيلة بنفس الكيلة نزيد. اذا هنايا نزيد كيلة فارينة، هكذا نفس الكيلة. هاي ليك بون، هاي ليك هنايا قلت كيلة فارينة. الآن واش حنزيد؟ ناخد ملعقة تاع أكل، ندير مغرفة كبيرة. بون هاد الدقيق لازم له شوية لافارين باش يجيني طري، ندير له هكا ملعقة ماشي معمرة بزاف تاع الخميرة تاع الخبز كيما راكم تشوفو. بون هاني درت ملعقة تاع الخميرة تاع الخبز، نزيد لها باش الخميرة تاعي تتفاعل مليح، نزيد لها ملعقة أكل تاع السكر. هاي ليك كيما راكم تشوفو. بون بعد ما زدت ملعقه تاع سكر، الان واش نزيد؟ ملعقه نفس الملعقه تاع الملح كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا. ونخلط هذه المكونات الجافه كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا. المكونات الجافه ديالها مليح. الان واش حندير؟ حنزيد الزيت. بون ناخذ كي باش تعرفوا القيس تاع الزيت، ناخذ كاس تاع الغازوز كيما راكم تشوفوا لهنايا. انا اليوم حنسي نديرها نخلط الزيت مع زيت الزيتون، واحد يحب يديرها بالزيت وحده يدير. هنا عندي زيت عادي، زيت المائده. هاوليك ندير هكذا شوفوا، ونزيد النصف الاخر تاع زيت زيتون. هاوليك البيض اوليف كيما راكم تشوفوا، يعني نص نص. لهنايا شحال راني كيلت؟ اونفيرون واحد على ثلاثة، ماشي النص النص راهو لهنايا، أنا درت واحد على ثلاثة هنايا. بون أنا ندير الطريقة التقليدية اللي نعرفوها كامل، ندير دائرة في الوسط ونرمي الزيت ديالي هكذا. بون كيما راكم تشوفو هاوليك. الآن سي نحاول ندخل الزيت تاعي في المكونات السابقة، الدقيق مع الملح والخميرة والسكر كيما راكم تشوفو. سي هكذا ندخلو مليح، نبسو مليح يتبسس كما كنقولو. أعزائي المشاهدين، هنايا راني بعد ما دخلت كامل الزيت تاعي لهنا في الدقيق، هاوليك هاو دخل كامل. الآن واش نبدا نزيد؟ نبدا نزيد الماء دافي ماشي بارد. بون هكذا شوف، ما تخافوش من الماء، ديرو باسكو حيشرب. هاكا ديرو أونفيرون كاس كبير هكذا، وبداو ربدو العجينة ديالكم كيما راكم تشوفو هكذا. شوفوا نبداو نلوها هكذا حتى تتماسك العجينة تاعنا، وديروها طرية شوية باسكو رايحة نزيد الماء شوية هنايا باسكو راهي رايحة. بون أعزائي المشاهدين كيما راكم تشوفوا، هاي ليك مالغري يعني شمختها مليح، مي العجينة تاعنا هنايا راهي تلمت. شوفوا نديرو هاد الحركة شوية هنايا كيما تعرفوا، الدقيق المويا لازم هادوك الحبيبات تاع الدقيق لازم نرطبوهم شوية، يعني ماشي غنقولكم عجنوه، مي شوية كيما راكم تشوفوا هكذا بهاد الحركة باش يترطب شوية. وين شوفوا بدا يشرب، انا نزيد له شويه من هنايا هكذا، وندير هاد الحركه هكذا نسي ندخلو الماء باش يطيب لي شويه باش يولي طري بين يدي. ممكن نطيبها الكسره ديالي ما تجينيش مفته ولا يابسه.
دونك كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما عجنتها هاي اللي دخلت هذاك الماء اللي زدته ها ولي شوفوا هي ولات رطبه هكذا. بون هاد الطريقه ولا هاد المراحل لازم ديروهم مع دقيق المويه باش يجينا. لو كان دقيق رقيق ماشي حنقول لكم نديروا لها هكذا ولا دخلوا لها الماء وزيدوا عجنوها شويه، مي مع المويه لازم. بون انا واش حندير لهنايا، حنقلب الجبنه ديالي من جهه لي منا هكذا ونكمل العمل على هاد السطح هكذا. الان هذه هنايا انا دوك نجيب لكم الطاجين اللي مخلياته ديجا يسخن. شوفوا اذا كان عندكم طاجين هذه النوعيه وانا ننصحكم بها باسكو نوعيه ما تلصقش اللي يجي دوبل فاس هكذا، هنايا تقدروا تجيكم خبزه كبيره وباقي ويقعد لكم انفيرون هكذا ديروا بها خبيزه صغيره لولادكم هكذايا. معناتها نستعمل هذه الكميه ونقاردي هذه باش تجيني خبزه كبيره. ولا حبيت ندير زوج صغار ما كاينش مشكل، نقدر نقسمها على زوج وندير زوج صغار. انا اليوم واش حندير، حندير وحده كبيره وندير وحده صغيره ونوري لكم زوج طيب حنطيبهم وحدهم، نوري لكم زوج حنطيبهم وحدهم صغار وشوفوا النتيجه مع الاخر. الان نجوزوا طريقه التحضير. بون اعزائي المشاهدين انا هنايا النار ديالي راني دارتها ابتي فو، الطاجين ديالي راني درته يسخن. اون اتوندون ندير الخبزه ديالي نخبزها ولا نديرها خبزه نشكلها خبزه ونعاود نجي يعني يكون مسخن من قبل نعاود نولي نجي نطيبها. كيما راكم تشوفوا بهاد الحركه اللي هنايا نحاول ندير دائره اومنتون راني نسيي نشدها هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا نسيين هكا بهذا الشكل. يعني هذه الطريقه نوريها للمبتدئات باش تقدروا تشكلوا الدائره تاعكم مليحه. هنايا هنا راهي عندي كامل الكميه ما هذاك لو مقص، انا هذاك لو مقص برك قسمته باش نوريكم. الان واش حندير هاي لي كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما درت الدائره نحكم شويه زيت نديرو على السطح ديالي هكذا باش ما يسقليش كي نجي نرفدها. ندير على كامل السطح نحكم كامل الكميه ديالي هنا ولا خيرت ندير خبزه كبيره ونحطو هكذا ونبدا نحبطها بيدي. مش نقول لكم تبداو ديروا بالحلال لا لا باش ما تجيكمش باش تجيكم دائره غير كيف كيف هكذا. بون هاي اللي هنا بعد ما حليتها بيدي الان جا الدور تاع الحلال. بون قبل ما ندير الحلال هنا باش ما يتسقليش في الحلال سندير شويه زيت من فوق هكذايا كما راكم تشوفوا ونكمل العمليه تاعي بالحلال ونحلها كامل. نحلها حتى العرض تاع كما راكم تشوفوا هنا العرض تاع الجبنه. بون هنايا شوفوا هذيك بعد ما حليتها كامل مش بالشكل تاع بون نسيتها بيان واش خليت لها اونفيرون. شوفوا ها هاك اونفيرون 0.5. بون انا ما نصحكمش ديروها غير من هكذا كي تكون باش حديروها بايزومبل تاكلوا بها الاكل الشوربه ولا بصح ولا حبيتوا ديروا بها بايزومبل القهوه ولا تقدروا ترقوها اكثر من هكذا. هنايا حوالي 0.5 مليمتر. الان كما راكم تشوفوا الان واش حندير كطريقه واش حندير كطريقه بون نعطيها لكم ولا استوز كما يقولوا فكره. تاخذوا الطاجين ديالكم بون قلت لكم كاستوز ولا كفكره واش تاخذوا الطاجين تاعكم اللي حديروا به ولا ديتوا هذا النوع وتشوفوا الدائره شحال حتدي لكم تقيسوا. بايزوم هاكا انا درت هاي ليك شوفوا الدائره تاعنا وين راهي الان. عاود نرجع الطاجين تاعي يسخن. هنا واش حندير ناخذ الموس ديالي حاوليك ناخذ الموس تاع هاي الدائره تاعي هنايا وين حددتها. انا ماشي حندير على حسب الدائره نقص شويه هكذايا كيما راكم تشوفوا نقص شويه. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نقطع في الخبزه ديال الجوانب اللي قطعتهم كيما راكم تشوفوا هادو ما حندير بهم خبيزه صغيره اللي كما قلت لكم. الان حاوليك نحاول نسوي هاد الاطراف اللي هنايا هكا نحصلوا على خبزه ماشي معوجه على حسب الطاجين اللي درناه كما راكم تشوفوا هكذا باش حتى واحد ما يضحك عليكم يقول لكم الخبزه تاعكم معوجه ولا كما راكم تشوفوا هنايا. الان واش حندير بون اذا كان عندكم هاد متوفر عندكم هاد الاله هذه اليدويه تاع الثقوب تقبوا بها سينو معليش تقدروا ديروا بالفرشيطه. انا واش حندير كما راكم تشوفوا هنايا هكذا ثقوب نزيد ندير منهم هاي ليك نتقبها كامل الجوانب هكذا نحاول نسويها على الجوانب. بون الان بالنسبه للطريقه كيفاش نرفدو الان نحاولوا هكا بحركه اليد نسيو نسولها الجوانب ندور براني نسيو الجوانب وراني ندور كما راكم تشوفوا هنايا هكذا
الان كيما راكم تشوفوا هنايا هاي ليك بعد ما سويتها. الان كيفاش الطريقه كيفاش تبداوها باش ما تخسر لكمش، نوريكم بالطريقه. تبداو تحولوا هكذا بهذا الشكل هكذا هكذا وتحولوا حتى تشدوها كامل. انا لهنايا بون باش نوريكم بالطريقه كيفاش نطيبها. نسيين حاولوا انتوا الطاجين تاعكم ما يكونش بعيد على لو بلون دو طرافاي تاعكم. انا نسيين نديرها قدام الاخر ونوريكم كيفاش حنرفدها. الان شوفوا نوريكم كيفاش الطريقه كيفاش ترفدوها باش ما تطلاطيوهاش باش ما تطيح لكمش بهذا الشكل. هاو ليك هنا رانا قرب للطاجين هكذا هكا بخفه ونحطها على الطاجين ديالي ومباشره نسيي نسويها مادام هي مازال هكا كيما راكم تشوفوا. وهذا النوع تاع الطواجن كيما راكم تشوفوا كيفاش يزلق معناتها ماشي حيتحرق لكم ويطيب بشكل جميل. ونحاول هكذا نسيي كي رفدتها ولا كانوا الجوانب تاعي تخسروا نسيي نسقمها. بون هاي ليك اعزائي المشاهدين راهي طيب هاي ليك على نار قليله. بون انا نطيبها من الجهه الاولى ونعاود نخليها طيب اونفيرون على نار قليله اونفيرون ميم با دي مينوت. وهذاك القعد اللي شويه نروح ندير خبيزه صغيره لبنتي الصغيره وانتم ديروا لا ميم جوز ان شاء الله ونعاود نولوا صغيره. لافات اللي قعدت صغيره تفرحوا بها ولادكم الصغار ولا عندكم جار صغير ولا ديروا له خبيزه صغيره. هاي ليك كيما راكم تشاهدوا هنايا نشكلها خبزه صغيره. بون كيما راكم تشوفوا لهنايا هاي ليك راني يعني شكلت الخبزه صغيره ديالي نفس الطريقه. ندير شويه زيت لهنا عندي خبيزه صغيره ما تحطش بزاف الزيت ونديرها خبيزه صغيره لوليدك ولا بنتك صغيره ولا عندك جار صغير ولا فاميلتك واحد صغير تفرحيه بيها. انا هاد الطريقه كنستعملها الام تاعي معنا كنا صغار في الدار وكانت كل يوم شكون دالته كي تقعد لك العجينه كل يوم شكون يديها بنفس الشكل. هاي ليك خبيزه صغيره فرحي بها الاطفال هكذا. هاي ليك الخبزه. وعلى فكره نعطيكم برك فكره بالنسبه للمبتدئات اللي ما يقدروش يرفدوا الخبزه كي تكون كبيره. انا كي بديت كنت نديرها كنت صغيره كنت اونفيرون 15 عام هكذاك كنت كي نحب في الدار يقولوا لي ديري الكسره نديرهم هكذا خبيزات صغار كما راكم تشوفوا نتحكم فيهم ويجوا يجوا هايلين. يعني ما من المبتدئات اللي حاب يديرهم هكا صغار ماشي عيب ويجوا بنان ونفس الذوق كما الاخرين كما الكبيره يعني ما فيهاش عيب لو كان نديرهم هكا صغار. الان واش ناخذ هذه اللي الجغره تاع اللي درت ثقوب ونثقب هكذا نفس الشيء كيما درت الاخرى. هكا راني تحصلت على خبزه صغيره نطيبها. الان نروحو نشوفو نتفقدو الكسره ديالنا اللي راهي طيب. شوفو هنايا اعزائي المشاهدين راني طيب بها وبهديه نسي هنا ولات نفخت لي في الوسط. انا هنايا كانت نفخت لي شويه راني حبطتها بهذا باش طيب لي في الوسط ونحاول بهذا الشكل يعني ولا طلعت لي شويه نسي نحب نخلي لها هذا من الفوق باش تحبط لي. وهنا بهاد النوايه تاع الطاجين ما تحتاجوش انكم ديروا هذه الحركه يعني تعبزوا عليها كامل الجوانب. هاي ليك بحركه اليد برك سيو بوندوروها كامل الجوانب هكذا وتفقدوا من داك تفقدوها من تحت شوفوها ولا بدات تطيب. انا نشوف هكذايا نسي نحاول نطلع هكذا ونشوف يعني هنا مازالها شويه راني شدها نزيد نخليها شويه راه مجازو ميم با 5 مينوت نعاود نخليها طيب شويه ونقلبها. بون راهي طابت لي. الان الا كنتي تقدري تتحكمي فيها تقلبيها بحركه اليد قلبيها سينو نعطيك طريقه شوفي تبعي معايا عزيزتي المشاهده. تحكمي هكذا الطاجين داك ولا كان هذه النوعيه مباشره فوق الطاجين هكذايا وتحطيها بهذا الشكل هكذا هكا باش تجيك سهله. الان واش حديري هكذا تعاودي تحكميها وترجعيها باش طيب لك من الجهه الثانيه بهذا الشكل وترجعيها طيب هكا باش ما تكسرلكش كامل حتى واحد ما يضحك عليك يقول لك باللي راهي تكسرت لك ولا. انا راني عطيت لك استيوس كيفاش تقلبيها بلا ما تكسر لك بلا ما تحقك كيما راهي لهنايا واللي يقدر يتحكم فيها يشد. ومباشره نروح نحطها فوق نقلب ديراكتومون هكذا بهذا الشكل ونحطها كيما راكم تشوفوا هنايا باش ما تكسرليش. ندير الحركه شغل راني ندير حركه تاع بيتزا. الان كيما راهي كنخليها تبرد شويه ومن بعد نقسمها. بون انا نعطيكم استيوس. بون انا ننصحكم هنايا بالنسبه للمبتدئات هاد لا بلونش تاع البيتزا اللي فيها المثلثات كيما راكم تشوفوها لهنايا اللي ما تعرفش تقطع مثلثات اللي ما يجوش تقدر تتبع هاد بهذه. انا هنايا نقدر نقطعها بلا ما نشوف اذا هذه نخليها بجانب ونقدر نقطعها فاسيلمون. خليها تبرد شويه ونعاود نقسمها.
بون ان ناخذ هذه يا بون يعني توفر عندو هذه اللي تقطع بها البيتزا قطاسي ما عليش بالموز ديريكتومون يعني بصح هذه اسهل. الان كيفاش ناخذ الوسط ديريكتومون ونبدا نقطع بلاقل هكذا كما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل ندير نقسمها على زوج يعني على حسب لي ترونش انا واش اللي حبه ولا حبيتهم دي ترونش كبار هكذا كما راكم تشوفوا هاي ليك شوفوها كيفاش جات كيفاش طابت في الوسط من النار هاي لك اعزائي المشاهدين. لان هنا انا ندير لها امبوز ندير لها امبوز هكذا كما راكم تشوفوا. الان نقطعها ندور هكذا باش يجوني دي مورسو كاع متساويين هكذا ونروح شغل راني نقطع في البيتزا قلت كما راكم تشوفوا هنايا هكذا كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. هنا راني حصلت على اربع قطع هكذا شوفوا. الان نعاود نرجع القطع تاعي باش نتحصل على هنا عندي اربعة انا نحب نحصل على 8 قطع هاي ليك نزيد من هذه الجهة هكذا توجور لازم تجي مقابلة اثنين. هنا راني نوريكم طريقة التقطيع تاع الخبز الفطاري ولا الكسالة باش يجيكم كاع لي مورسو كيف كيف ما يجيكمش معوجين ولا وحدة كبيرة وحدة صغيرة هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني هنا راني تحصلت هاي ليك نزيد نقلب منها توجور قلنا تجي مقابلتني هذاك الخط باش يجيكم كاع كيف كيف هكذا نزيد نقطع بهذا الشكل. هكا راني نتحصل شغل على شحال من قطعة 8 قطعة بيان سور هايليك شغل القطع تاع البيتزا هايليك ويجوني كاع متساويين شابين دي مورسو شابين هكذا كيما راكم تشوفوا ها هيك واش حصلت لهنايا على 8 دقيقه. ناخذ المثل الاولى هاي لك اعزائي المشاهدين كيفاش جات طابت ماشي محروقه طابت بالطبع والشان واحد ما يضحك عليكم كيما راكم تشوفوا. انا نبدا نحطها في الطبق ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا نشبح الطبق ديالي اعزائي المشاهدين. بون هنايا عندي الجهه تاع الثقوب من الجهه الاخرى هاي لك نكمل نحط الاخر تاعي نروح نتفقد الكسره الصغيره هذيك اللي درتها لبنتي الصغيره هاي لك اعزائي المشاهدين الكسره اللي درتها الصغيره هذيك. ما ننساوش ولادنا الصغار ولا جيراننا الصغار لازم نفرحوهم دائما. الان هنايا راني طيبتها من الجهه هذه شوف لا طابت لي من الجهه الاخرى مازال نخليها طيب ونكمل نحط الكسره ديالي ولا خبز الفطير ديالي في الطبق هذا الجهه شبوله هذا. الان هاي ليك نكمل ندير الكسره ديالي بون نحب نديرها من هذه الجوله الجهه تاع الثقوب كيما تحبون هكذا نكمل نحطهم كامل كما راكم تلاحظوا اعزائي المشاهدين سيوها جربوها وتناولوها بالصحه ولهنا كما راكم تشوفوا هنايا هاي ليك جاو شوال اون ديغي دي بيراميد شابين بريزونطابل ها هي الكسره تاعنا لذيذة والجميلة في نفس الوقت كما راكم تشوفوا هاي لك اعزائي المشاهدين الطبق ديالنا ما اجمله وكم هو متساوي يعني جمال والذوق ما نقولكمش جربوها اعزائي المشاهدين ورجعوا لي بالخبر. الان انا نخلي الكسرة ديالي الاخرى صغيرة طيب وهنايا راني حضرت الطبق ديالي ونتلاقاو من بعد في المرحلة الاخيرة اعزائي هاي ليك الكسرة تاعنا الصغيرة اللي درناها هاي طابت لنا. الان هنا نسيو نقطعوها بون هنا نسيو نديروها على زوج ولا كيما تحبوا. هنا راني قلت لكم هاي الطريقة اللي تقدروا هنا راني نوريكم الطريقة اللي تقدروا تبعوا بها هادي لا بلونش تاع البيتزا كيما راكم تشوفوا هنايا هاوليك تقدروا نقسموها هكذا كيما راكم تشوفوا لاطفالنا الصغار. بون هنايا نخلي الدوائر باش ما نعطيهاش هاي ليك هوليك انا حصلنا على خبيزه صغيره ما اروعها للاطفال نفرحوهم شوفوا اعزائي المشاهدين حتى هادو نزيدو نزينو بهم الطبق ديالنا نفرحو بهم اطفالنا الصغار هكذا نفرحو بهم الاطفال وال هوليك شوفوا اعزائي المشاهدين ما اجملهم وشحال يفرحوا لنا الاطفال تاعنا شوفوا منظر جميل للاطفال البراعم الصغار هوليك والاطفال كيما على بالكم ما يقدروش ياكلوا قطعه كبيره هكذا نمدوا لهم هذه القطعه الصغيره يفرحوا بها
وياكلوها ويفرحوا وتجيهم بنينه ما شاء الله عليهم. وهاي اللي اعزائي المشاهدين هو الطبق تاعنا تاع الكسله ولا الخبز الصغير تاعنا على التسميه العاصميه، هاو ليك الشكل الاخير. تناولوه بالصحه والهنا اعزائي المشاهدين، جربوها على غير سعد ماشي حتى ندموا عليها، ودعمونا بجيم ولا تعليق. نوصلكم الجديد في الاعداد المقبله ان شاء الله. Thank you.